السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كثير من الأفكار والمذاهب لم تمت بعد موت أصحابها، مثل فكرة الخوارج وجماعة التبليغ، فهل هذا يدل على صحة مذهبهم؟ ماتت، ليس عليها أحد إلا شواذ. هم معناها أن تموت، أن تنقطع ولا تذكر، هي موجودة في الكتب وكتب الخلاف، لكن المعنى أنها ليس من يقوم بها، وإن قام بها أحد فإنه يفشل، إن قام بها أحد فإنه يفشل، بخلاف كلمة الحق، فإنه من قام بها فإنه ينتصر بإذن الله. نعم.